كلها خاينين وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين ومش عارفين نصدق مين عشان بنخاف بقينا نشك بايدينا وبنخون في اقرب حتى ناس لينا ومش عارفين طريقنا منين نامن الدنيا كلها خاينين وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين ومش عارفين نصدق مين عشان بنخاف بقينا نشك بايدينا وبنخون في اقرب حتى ناس لينا ومش عارفين طريقنا منين طول الوقت بنفكر في بكرة ولينا شايل ايه طول الوقت بندور على واحد نقال ليه مفيش ولا حاجة مضمونة كله بجد مشكوك فيه وليه الشر جوانا بقى كسبان في كل
بقى كده؟ طب والنعمة والنعمة؟ لأنا مورياكي يا قليلة الأدب يا زايدة تبتة وغتات، دي عاملة تعمليه يا جبايرك، ولا خيشة ولا حية ولا حاجة خالص؟ بقى تخطفي الفرخة من إيد البت خطفك ده؟ ماشي والله لوريكي. طب كنا هنتسحر إيه الليلة؟ يلا إيش؟ يلا امشي غوري، امشي امشي كتحشي وسطك، يلا امشي. هاتك داهية مالك يا واد، بتعيط ليه؟ ومين اللي غرقك كده؟ حفيظة. حفيظة؟ وعيتك صدى يا حفيظة. وعوك ايه ده؟ جرى يا فهيمة، ما قلتلك قبل كده عيالك بتدخل الزريبة وبتنكشلي التب وبتهيبلي البهايم والطيب، وانا زهقت كلام وقوالة. يو يعني لقيته في الزريبة قمتي عملتي عقلك بعقله وتعاركتي معاه وغرقته بالمية؟ يا ولي بق مية في قعر كوباية الشاي تقوليلي غرقتيه؟ ده بدل ما تخش تصدغيله. وصدغله ده ايه؟ وليه ما جيبش السكينة واشققهلك نصين عشان تنبسطي يا ست حفيظة؟ جرى ايه يا ست فهيمي؟ ده احنا في شهر مفطارك بتزعقي مع ستنا ليه بس؟ ستك حفيظة هاني مسكت الواد وغرقته بالمية. انا يا بت؟ بتي لما ببتك ولا بتاتا غيرك. لا 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 يا ست فهيمي، ما يصحش كده، عيب الكلام ده. حزداني حزداني يا حسان، هي وسلعوم ده جوزها على العيال، اكمني يعني يا اخويا، ربنا مش عايز يديهم. ما تحاسبي على كلامك امال يا ست فهيمي، ما تخبطيش بالقوي كده، وحيد الله ما تقوميش الشيطان امال. اسكت انت خالص وملكش دعوه بينا. ماشي يا فهيم، وخليك شاهد يا حسان، وجاتك نيله عليك وعليك. يشهد؟ يشهد على ايه؟ والنبي انت مش مكسوفه من نفسك؟ ما خلاص يا ست فهيمي، فضيها سيره بقى. ما خلاص انت يا ست الكل اتفضلي ارتاحي حضرتك، وخلاص انتوا اهل المسامح كريم، انا اللي هقول الكلام ده. اسكت انت يا حسان، وخليها بقى كده تشخط في عيل من عيالي تاني. شوف انا هعمل فيكي ايه، بخاف انا وكش من دلويش. صلي على النبي، صلي على النبي امال. ازيك يا حسان؟ العواف يا ست فهيمه. اتجننتي يا فهيمه؟ ايه اللي انت قلتيه لحفيظه مرات اخويا ده؟ لحيتي يا حسان تقوله؟ ثلاثه بالله وبكفه الايمانات، لو مسكتي عن حفيظه واحترمت اخويا العمده لكون مربيك الربايه اللي تكسر ما تكبر. يا اخويا نحترمها، نحترم الست ونحترم العمده ونضرب لهم كمان تعظيم سلام. بامرت ايه يا اخويا؟ مش اخوك ده اللي سف حقك من ورث ابوك؟ يا دي الموال، بأمارة ايه بقى نحترمهم؟ بأمارة كرشهم اللي اتملى على طمة عينه من اكل الحرام والغصب في حق الغلابة؟ مهما كان ما ينفعش تتكلمي معاها الكلام اللي يوجعها بالقوي كده يا فهيمة، يا اللي ما انتش فهيمة ولا عقلك بيميز ابدا. وسي حسن بقى غفير الغفلة، هو اللي قالك وجابك. ما هو برضك كان لازم يعرف يا ست فهيمة ويجي يراضيكي ويراضيه، مهما كان برضك ده جوزك وهي مرات اخوه. بس أمانة الله يعني انتي براوة عليكي، يسلم فمك، ده انتي خليتي وشه زي الكركم. شوف يا اخويا الراجل ما تتصدق غفير. ما تسيبه يا اخويا يشمت فيها ويفش قلبه كده، هي الشيطانة دي تصعب على حد من عمايلها الصدى هي وجوزها؟ يعني مش هتتصدق يا فهيمة؟ ما تصلي على النبي كده امال يا سعلوان، ده انت حتى راجل طيب يعني وابن حلال، ده انت غير اخوك عتمان ده خالص. وأمانة الله البلد كله كانت تستمناك انت تكون عمدة للبال. بس نقول ايه بقى، نصبني اخوك عتمان ده والختمة الشريف، ما انت راسي على الفولة ولبته ده من يوم ما مسك العمودية رسمي ديك النهار، وهو مسوي الهوايل وعامل البدع، اشي ناس اترمت في الحجوزات والحبوسات، واشي فلاحين غلابة عمالين يمضوا في عقود بيع وشره لأرضهم بالغصب، واشي 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 يامه. وايه اللي جد عليه يا حسان؟ ما هو على ده الحال من قبل ما يستلم العموديه، وكل كام يوم كان يضرب له شبطه مع العمده اللي قبله الله يرحمه. يلا بقى يا حفيظ امبلك كده، عايز اتهيأ كده اخر هيئات وابقى على سنجه السنجه واني بستلم التليفون الميري وسط زفه اهل البلد كده وفرحه الناس. تعرف انا ايه اللي مخليني فرحان
وحاسه كده زي ما يكون قلبي مزقطط من الفرح وعايز يرقص. ايه يا عسل؟ قولي يا عمر. اني شايفاك مبسوط والله، ونلت العموديه اللي كنت بتستمناها طول العمر. ايه هو يعني اللي يسمع الكلمتين الحلوين دول من الحنك العسل دي ما يبقاش عمدي؟ ازاي بقى؟ طب وهي العموديه يعني تليق على حد في البلد دي غير جوزك انت؟ لا يا بنت، دي مكتوبه لي من قبل ما تولد زي ما انت مكتوبه لي. ايوه، واني هبقى مرات العمدي وابعت اجيب الناس كده واقعد اشتم وهزق فيهم ولا حد يستجرى يفتح بقه بنص كلمه؟ صح؟ ايوه. لا وايه؟ وهيبقى عندي تلفون يقعد يرن وانا اقعد اقول الو؟ ايوه يا بنت، ده انا نادرها اول ما يجي التلفون ده اروح رافع السماعه كده واكلم كل الناس اللي في بره مصر عندهم تلفونات. واني؟ لا 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 انت لا. ايه ده؟ ازاي بقى؟ لا ده تلفون ميري، يعني يلزموا الكلام الميري. يعني مثلا نفرض مثلا يعني ان واحده من الهوانم كده الحلوين المقلوظين دول اللي عندهم تلفونات اتكلمت في التلفون، يلزمني انا بصفه العمدي اللي ارد عليه واقعد اقول لها الو، واقعد اتحدد في السماعه كده واعكسها واقعد كده ابص لها من تحتها لفوقها كده ومن فوقها لتحتها كده في التلفون. يا حنين يا عشري، انت طول عمرك حنين، يعني انا التلفون ده هيجي على خرابي؟ يا بنت بضحك معاكي، هو انت بتاخدي الكلام كده ليه؟ هو قلبي دي انت مش عارفاه؟ ده انت حته من قلب كبده فشت معدتي. وانت احلى حاجه في دنيتي. تعرف يا عثمان؟ لما بشوفك بتكبر وبتعلي بفرح لكن بخاف. لكن ايه بقى؟ بتخافي من ايه؟ بخاف يعني لو يجي في يوم وتزهدني ولا ارخص في عينك. جينا بقى للكلام اللي زي عدمه. يا بنت ما انت عارفاني وعارفه اللي جواي، هو قلبي ده يقدر ينبر على حد تاني غيرك؟ النبي صحيح يا عثمان. لا 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 كده بقى هتاخر على الزفه والتلفون والعموديه. ياه، يعني هو الزفه والتلفون اهم مني؟ لا يا ستي مش اهم، انت اهم من اي مهم. بس الناس تقول عليا ايه؟ يرضيك يعني يقولوا علي ان انا مش محترم الميري ولا العموديه من اوله؟ ولا عاش ولا كان اللي يقول عليك ربع كلمه مش تمام. استاذن انا. ربنا يفتحها في وشك ويجعل لك في كل خطوه سلامي والو. نظيمي، انت يا بنتي يا نظيمي. ايوه يا ست الستات والهوانم، عملت اللي قلت لك عليه. اللي هو ايه؟ يخرب بيت الغباوي، انت يا وليه يا اللي تنشك في رقبتك، مش قلت لك تجيبي لي ارقام تليفونات كده ناس من معارفك ولا اي حد تبعهم عشان نقعد نكلمهم في التلفون؟ هو في حد من معارفي يعرف يعني ايه تلفون ولا عمره شافه؟ طب وبعدين يا نظيم هنكلم مين في التلفون؟ اي تحد. ايوه صح، اني هكلم اي نمري. تيجي نكلم بعض في التلفون؟ ايوه يلا انا الاول. الو، مين بيتكلم؟ الو، ده صوت راجل. رامح كده زي الجدي المنظور على بيت العمده، ايه الحكايه؟ وين الصيط اللي هناك ده؟ ياك العمده رايح يحرر فلسطين يا ابو. يعني انت مش عارف يا شيخ محمود ولا شايف يعني؟ لا يا ابو، انا لا شايف ولا سامع ولا بعرف حاجه غير يوم الثلاث على بعد الظهر كده. يا سعاده الباش حكيم الدكتور الحلاق البارد، بنقول لك ايه الهوجه اللي عند بيت العمده ده؟ دي زفه استلام العمده عثمان للتليفون من بيت العمده اللي راح الله يرحمه. ما تيجي يا شيخ محمود، تعالى يا راجل اتفرج، هناك هتلاقي ناس يامه بتتنور عليهم بالاذن. لا حول ولا قوة إلا بالله، حال الدنيا. عمدة رايح التلفون رايح، وعمدة جاي التلفون جاي.
بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي مع مراسم تسليم تلفون العمودية للعمدة عثمان عمدة كفر أبو شوكة من العمدة السابع الله يرحمه ويحسن إليه ولأله صبر والسلوان ولكم طول البقاء مع العمدة عثمان. عاش العمدة! عاش العمدة! عاش العمدة! عاش العمدة! بس يا ريت الحقيقة أني حزنا يعني على الفقير الغالي ما كنتش عايز أجي ولا عايز أستلم خالص حزنا يعني لكن أعمل إيه بقى في أوامر الحكومة أني كل شوية جناب المأمور يبعت لي مرسال يقول لي يا عمدة عثمان استلمت التلفون العدة الميري أبعت له المرسال تاني ويقول له والله دي عملية محرجة الراجل لسه ميت طازة الواحد يعني يروح بأني وش أني جاي حتى وضميري مقرنبني ورقبت زي السيستم بس أعمل إيه؟ جناب المأمور قال الميري ميري والأميري أميري يعيش العمدة ميري وأميري يعيش العمدة ميري وأميري يعيش العمدة ميري وأميري يعيش العمدة ميري وأميري بس يا حمار انت بس يا عاد انت هو الناس زعلانة وحزينة وانت عاملين فرح جاكو 60 نيلة هتفطرونا واحنا صايمين جاكو الهم وانت عمال تهتف كده يعني احنا في فرح اهتف وانت ساكت جاتك نيلة طبعا انتوا عارفين حكاية استلم التليفون دي كان ممكن يعني يقوم بيها مستوظفين الحكومة لكن انا قلت لا مستوظفين ايه انا لازم اجي بنفسي هم بقى يوصلوا التوصيلات ويركبوا التركيبات لكن انا اجي عشان اقول لكم البقاء لله واقول لكم كل سنة وانتم طيبين هات التليفون يا ولد اتفضل يا حضرة العم بسم الله ما شاء الله يا عم لو حد بقى كلمني على التليفون ده قولوا له ان هو اتنقل دوار العمدة الجديد سلام عليك يا عيش العمدة ملهمة شوية بتوع التلفون انتو العصر ادا عشان تلحقوا تفطروا المغرب في بلدكم وبعدين انا عندي تلفونات كتير قوي عايز اعملها ايه يعني من مغزى يا حضرة العم الناس يعني بتوع الطبل والزمر يعني كانوا مالهم دول يعني كانوا مستنينك كده يا عمدة تديهم حاجة حلاوتهم يعني حلاوتهم اجري هذا سنجاب اندههم للدهر الكبير بتاعهم على حلاوتهم حسب يا حضرة العم دي هتخسر صيامك أنا كنت ناسي بس ما كانش واجب برضه تفكرني يا حمار انت ايه انت هتندهشني يا ولاد هتندهش وتستعجب يا ولاد ايوه صحيح ما كانش واجب تفكر الكلام اللي بيقوله العمده صحيح النسيان دي رحمه من عند ربنا منحه الهيه يعني والعمده بتاعنا كمان ربنا بيحبه فبيخلي نسيانه كتير يعني في الصيام سبحان الله هم يلا كل شيء تمام يا جناب العمدي حضرتك بقى تأمرني بحاجة أنا والرجالة اللي معايا حضرة العمدي؟ لا أنا مش عايز حاجة أنا سامع أن أنتوا اللي قاعدين بره مستنيين تكونوش عايزين حاجة؟ إيه لا عايزين إيه يعني عايزين سلامتك يا حضرة العمدي وبعدين أصلاً يعني كل سنة وانت طيب يا حضرة العمدي وبعدين أنا والرجالة خلصنا الشغل كله وهنمشي طب ما تمشي ألف سلامة يا أخوي ما تنطى يا ولا قول عايز ايه وخلص اقول ايه وانا فهمت قول لي يا ولا ايه هو انت كده يعني لما تقعد في وسط عيالك وعيال عيالك ان شاء الله وتحكي لهم كده بعظمه وانت منفخ من جنابك وتقول لهم انا كان لي عظيم الشرف انني اللي زفت العمدة عثمان لما راح يستلم تليفون العمودية دي تسوى قد ايه دي تسوى كتير يبقى خلاص بلاش بقى طمع الدنيا الرخيص دي كده بقى ودي بقى الكلام منتهي وكفاك فخرا انك شاركت في هذا الحدث العظيم يلا يا اخوي خد نفسك واتكل على الله مع السلام انتوا يا اخوانا يا بتوع التلفون عندنا بقى مكالمات مهمه عايزين نعملها في التلفون ما ينفعش يا عم لسه الحراره ما دبتش في اوزان التلفون حراره ايه انت التاني ما كنتش فاهمك انت الحراره ايه وصلنا الوصلات يا سيدي العمده والحراره لسه ما جاتش اهو شوف قال لك الحراره عشان ما نقعدش بس نتكلم في اي حاجه انت مش فاهمها ايوه يا عم ده صح ومنكم يا سبحان الله نستفيد خير عايزين حاجه انتوا كمان كفايه علينا حضره العمده ان احنا نحكي لاولادنا ان احنا شفنا حضره العمده والله يبارك عليك يا ولد يبقى شوفوا بحاجه كده مبروك
اشوف ايه. الله اكبر الله اكبر. يلا احسنت يا باش مهندس. يلا يا اخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصيام يا عمدي رمضان. امشي يا برا. ها ايش فين التلفون يا جماعه؟ السلام عليكم الاول يا مؤاخذه. فين التلفون؟ اصلي عندي واحده صاحبتي من البندر ومستنيني اطلبها. بندر ايه ولفت ايه؟ ده تلفون عموديه مين؟ مش لاي حد يعني. ايه مالك يا عثمان؟ ما تديهوني اضرب عليه. لا ده لو حد ضربه الحراره تعلى. لسه قايل كده اهو. طيب لو ضرب تلفون وحد عايزني تبقى تنادين انا فوق. ماشي الف سلام. هي بس حته الارض دي بقول لك ايه، هي الارض اللي بيني وبين ارض حفيظه بتاعت مين؟ بتاعت الواد محروس ابن ابو سالم. طب هم بينا وراها. يلا يا عم هم خدوا لكم التلفون ولا تعالوا معايا. تعال دي يا عمدة حتة الأرض اللي بقولك عليه دي أرض عفية تطلع لها فدان إلا شوية كده. وبعدين لما تاخد الأرض دي بإذن الله مش هيبقى فيه فاصل بين أرضك وأرض الست حفيظة، يعني هتبقى كلها حتة واحدة على بعضها كده اهو مش عفية. يلا الله يبارك لك فيه. يبقى اشتريناه. قلت لي بقى الأرض دي بتاعت الواد محروس ابن أبو سالم مش كده؟ ايوه عمدة اهو. بس بقولك ايه، الواد دي عايز اخده وعطى لانه طالب فيها تمن غالي حبتين. تمن غالي ايه؟ هو مش الواد ده اللي كان اتمسك عم نول بسرقه البهايم بتاعت ولاد عمه؟ ايوه البهايم اسم الله على مقامك هو بعين. وساعتها كانت اتعملت له قضيه بس طلع منها براءه. لا براءه ايه وكلام فارغ ايه؟ القانون لازم ياخد مجراها للاخر. امال ايه؟ الواد ده يا يبيع الارض بالتمن اللي انا تمنه له يا اما يتسجن بالقانون برضه. انت واد يا حسان. ايوه حضره العمد. عارف الواد اللي اسمه محروس ابن ابو سالم؟ عارفه وعرفني يا حضره العمد. تاخد ديلك في سنانك وتروح جري تجيبه من قفاه كده بلطف واسبقني على الدوار وانا هحصلك. ايوه يا حضره العمده، بس يعني دي كاتب كتابه كمان يومين ثلاثه، تاني ولا ثالث يوم العيد. يعني ايه يا حمار حساوي؟ انت هتفطرنا على الصبح ولا ايه؟ روح نفذ اللي بقولك عليه. يلا اجري هم. بس يما ابوك. حاضر. حلوه هات بلطف من قفاه. الواحد يقعد يتعلم منك يا عثمان. هذا من مؤاخذة قصدي يا حضرة العمدة عثمان. حس بقى ان انت هتتعلم، يبقى كل يوم تجيب معاك ورقة وقلم ومراية وتخلي بالك معاي. هتتعلم كتير قوي يا مبروك لما تبقى ألف مبروك. اطلع يا ولد. يلا يا شيخ جودة ركز معاي كده ووزن دماغك وقول سم. يلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ لا يا شيخ جودة لا. ألم يجعل الجيم يا ولدي عليها سكون، يعني لا مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة، يعني إيه تاخد قلقلة. يجعل القلقلة دي غصب عني وعنك وعن اللي جابه أبوك. قال أبوك صحة عاملية دلوقتي يعني. راح منه البرد ولا لسه؟ مش عارف بين لسه. وماش حيروح منه البرد. قول له كده الشيخ محمود قال مش هيروح منك البرد الا اذا وظبط على الصلاه. بقول له ما تنساش. يلا خلص قول كمل. الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل اليهم طيرا. عليهم يا شقاح الكلام. عليهم يا ولدي نسيت طبعا. رامح انت ورا الزفه الكذابه بتاعت العمده مع العيال الصغيره. زفه كذابه تلفونيه دي اللي رايح يستلمه فرحان بيه. ده حتى سموه تلفون عشان تلف ودنه ما يتلف الودان يعني. يا سلام والله ما ناقص الا يعملوا له مقام التلفون ده والناس تروح تتمسح وتقرا الفواتح فيه هناك. عامل لك شيء يا شيخ هودي ولا انت صايم؟ ما صايمش كده يا ولي. ليه امال صغير؟ ايه
ايوه صغير يا شيخ محمود. قال انت صغير يا شيخ جوده، ما لا تكون فاطر يا وكلهم. لا يا سيدنا الشيخ انا صايم. جدع يا شيخ جودي جدع. امال ايه رجيل يا سيد ابوك. عايز اقول لك حاجه يا سيدنا الشيخ. اقول قول يا حبيب. وانت ليه كلام مختلف عن كلامنا وعن كلام ناس البلد؟ ايوه يا سيدي، انا مش من بلدكم دي اصلا، انا من بلد بعيد في الصعيد الجوار اسمها قوس. جيت بلدكم دي عايم على البلاص، ماسك البلاص كده وعايم عليه لغايه ما وصلت بلدكم دي زمان. وبعد اذنك يعني اتجوزت المدام المصون اللي ورا دي اللي انت شايفها هناك دي. ده بعد اذنك يعني. ايوه صحيح، ده بعد اذنك يعني يا شيخ جودي. الله يعافيك، تعالى ادخل يا محروس. يا محروس ابو سالم، تعالى تعالى. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله يا سيدنا الشيخ. انا يعني كنت عايز حاجه كده اوام عشان ورايا كام شغل عايز اقضيه. خير يا حبيبي؟ يعني كنت عايز حضرتك يعني تكتب لي كتابي على مناره بنت ابو تاج عشيه الثلاثه اللي جاي دي ان شاء الله. مدد 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 مدد، الله اكبر الله اكبر عليك. كبر الواد محروس ود ابو سالم، كبر وبقى عريسها وراح يتجوز مناره. ان شاء الله حياتكم تبقى كلها مناره يا ولد. امين امين يا رب العالمين، ربنا يتم تمامك على خير يا حبيبي. زيد فضلك يا سيدي الفاتحه لابوك. فاتحه يا جود. عقبالكم كلكم يا رب. يا رب انا قبلهم يا رب. لا بس انت جايبه حاجات كتير يا بنت يا مناري، وغاليه كمان باين عليه. انت يا بنت طلع ابوكي مدكن ولا باين عليه؟ كله ما يغلاش على محروس ابو سالم. لا ومحروس كمان جايب ليه فرش حلو ودولاب بثلاث درف و... وشماعه مخروطه وصندوقين مصدفين وسرير صغير للعيال. عيني يا عيني، وكمان عامل حساب العيال من دلوقتي. اه يا فجره انت وهو ده غير اللي جابه ده كله. طب شوفوا 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 قميص النوم ده. ايه وريني كده. يوه طب اتفرحونا يا بنات، ولا انا جايبه الدرابوكي على الفاضي. واني شيعت الفاطمه مرات ابو العيل، زمانتها جايه هتهيص لينا وترقصنا. يا اختي هو في حد ما يعرفش فاطمه مرات ابو العيل؟ المضروبه حلوه قوي، ان السن اختي والرجاله بيبصبصوا لها. يا اختي طب بالراحه عليها لا تحسدوها. يا مناري يا عماري، اهي جت اهي. ازيك يا خالك؟ عملت يا فاطمه؟ تسلميني يا خالك. ازيك يا بنت يا فاطمه؟ يا حلاوه وقداري، يا عروستنا يا ننستنا، يا اللي هتروحي بيت جوزك محروس وتبقي متهنيه ومحروسه. واخر يا فاطمه، ده انا مش هيعالك من الظهر يا بيت. غصب عني يا اختي، انما ايه يا بنات اللمه الحلوه دي؟ البنات قاعدين معايا يستفوا لي الحاجه عشان هنوديها بكره على بيت حمايه ابو محروس. اهي دي سلمت صيام بحق وحقيقي. عقبال عندكم يا بنات. دي حاجات فاطمه اللي كنت مستنياها. وادي الدرابوكه اللي انا اجرتيه. يلا بقى يلا. ايه ترقصي؟ ارقصي يا بيت؟ ابو العيل محرج عليا ما ارقصش ابدا من ساعه فرح بتزدان التروبش. اي والله، ولا عارف حيني العيش. ده انت هترقصي وهتغني كمان. ماشي بس شويه صغيرين عشان الحق احضر له الفطار واديه له الطحونه. طب يلا ما تخافيش. يلا يا بنات هتردوا ورايا. يا شوق المتحنيه يا شوق على جمر النار مستنيه يا شوق يا شوق المتحنيه يا شوق على جمر النار مستنيه يا شوق. جالها الهوى عمل ساهي. ايوه ايوه لو احلاها اكتر في الشاهي. ايوه ايوه نسيت فطورها وعشاهي من شوق المتحنيه يا شوق على جمر النار مستنيه يا شوق. جالها الهوى عمل ساهي. ايوه ايوه لو احلاها اكتر في الشاهي. ايوه ايوه نسيت فطورها وعشاهي من شوق المتحنيه يا شوق. والله يا جدعان زي ما بقول لكم كده، احنا في الصيام وكدب وحش،
مرضيش ينزل مليم احمر عن 22 جنيه وقال ايه حته بخمسة اكراميه. يا ستار يا رب على الغلا بقى حته الدولاب بضرفتين ومرايتين ياكل في وش الفلوس دي كلها ليه يا عم؟ هياكل لوحده والله يرش الهدوم لوحده. محروس محروس يا ابن ابو سهل يا اخويا العوافي الاول. العوافي يا اخويا شطب لي وشه دهون وخليه يقوم وياي. شطب له وشه يا وش جاموس ايه في يا حسان؟ قوم وياي حضره العمده عايزه. العمده وعايزني بقى في ايه العمده بقى ان شاء الله؟ يكونش عاوز ينقطك يا ولي. ده ياكل مال اليوتما والغلابه تقول لي ينقطه؟ عايزني في ايه العمده يا حسان؟ هيكون عاوزك في ايه بس غير اذيه؟ يا ساتر يا رب. طب استنى نروح له بعد الفطار. اعمل معروف يا محروس اعمل معروف اتقي اشاره الراجل ده هو وتعالى معايا دلوقتي ما دام قال عايزك في التو لازم تيجي معايا في الحال. تمام الحلاقه ونروح له بعد الفطار ونفطر سوا يا حسان. بلا فطار بلا بتاع بقى يا محروس. انا بقول لك يا حسان ده انا هفطرك بط. بقول لك ايه يا محروس يا ابن ابو سهل؟ انا شايف ان احنا نفطر البط الاول وبعدين نروح للعمد. هو يعني هيطير يعني والله هيطير. بس تبقوا افتكرونا بالزلموك. ايوه امال ايه هيحصل لك ايه يعني زلمه؟ استرح استرح. خد يا ولد. فرحان يا اخوي ومنشكح قوي انك ضربت مرتك. لعنه الله عليك يا بارد. مرتك دي مش ساره يا عاد بنت جلال اللي مخها برباط دي. اه انت بينت يا فالح انك اضعف مني وهي اقوى منك. اهي اقوى مني ازاي يعني؟ طبيعتك بقى لما بتمسك دراعي كده مرة تمسك دراعي كده وتفضل تضرب فيها كده بالركومية انا اللي فف لها بقى اعمل لها ايه بقى؟ تروح بتداني بالشلوت. طب ده عليها شلوت دي مرياني الويل. فالحلوة الاقوى مني دي. بس يا ده سنجاب يا سنجاب ابوك. يا اخوانا الراجل النطع النطع الجغف اللي مرته يغلف فيها ويحتاج يمد يده عليها يبقى هي اقوى منه وهو اضعف منيه. قوم يا تفز يا تقعدش معانا. قوم يا تقومه اقلع يا الطابوش ده اقلع يا لعنة الله عليك وعلى امثالك من العته والمهمشين. العافيه شيخ محمود. يا مرحب يا فاطمه. مرحب يا بنتي تفضل. يا مرحب يا مرحب. ازيك يا بنتي؟ الحمد لله نحمده ونشكر فضلك. الحمد لله. والنبي يا شيخ محمود كنت عايزه هنا اسالك على حاجه كده اذا كنت مش هتقل عليك يعني. اسالي يا بنتي. هو النفر مننا لو نسي صيامه واكل ولا شرب يبقى ما عليهوش حاجه؟ ايوه يا فاطمه يبقى ما عليهوش حاجه وصيامه سليم. طب الحمد لله يا رب. اصل ام ابو العيله كانت بتقول لي كده امبارح بس انا بقى ما صدقتهاش. لا صدقيه كلامها سليم يا فاطمه. اللي هي عامله ايه دلوقتي؟ اهي الحمد لله ساعة كده وساعة كده يعني ساعة تبقى شايفانة وسمعاني وساعة لا شايفاني ولا حتى سمعاني. يا الله اللهم اشفيها يا رب وخذي بيدها يا كريم. أمين يا رب يا كريم. تسلم لنا يا شيخ محمود. ربنا يا رب يزيدك من فضله ومن نعيمه وقدر يا كريم. يا رب. سلام عليكم. مع السلامة يا فاطمة. سلامة يا بنتي. سبحان الله في عدله يا شيخ محمود. مش فاطمة دي تبقى مرات أبو العيلة الطحان؟ أيوة يا سيد فاطمة مرات أبو العيلة الطحان دي. هي صراحة يعني اللهم إني صايم. اللهم إنك صايم. لا والله يا بارد يا إخوانا يا جماعة الجواز ده أرزاق ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقسم الرزق. فاطمة دي رزق أبو العيلة وأبو العيلة رجل غلبان وبيشتغل في الطحونة ويشيل على ظهره ساعي على أمه وعلى بيته وعلى عياله. هو كمان رزق فاطمة ربنا مقسم كده. أختك زينب فين؟ طب تعالى ما نشوفها. بنتي يا زنوبة يا عروبة العافية خال. بنتي يا زينب. أهلا أهلا. إزيك يا أختي عاملة إيه؟ أوعى تكونوا تعبتوا ستكم وأنا مش موجود. لا شاطرين يا عيال. أوعى يكونوا العيال دول تعبوكي يا خال. خالتي أم أبو العيلة. أيوة يا فاطمة بتقولي حاجة؟ بقولي العيال تعبوكي؟ تعبوني؟ دول عيشوا من التعب يا بنتي. إن شاء الله تعيشلهم يا رب. بقول لك انت فوتي على ابو العيله في الطحونه ولا هو جاي؟ لا انا اللي هجهز الفطار واوديه له الطحونه. ما انت عارفه اليومين دول موسم والشغل في الطحونه ايه نار الليله وبكره. كل عام وانت طيبه يا رب. وانت والعيال وابو العيله بصحه وعافيه يا حبيبتي. امين يا رب. امين امين يا رب. بطين بس اللي فاضلين. قولي حاجة يا فاطمة. وده كمان عايز يتبل.
عودين جرجير ولا سريس ولا بصلايه لابو العيلة. يا رب انا مش سامعه انت بتقولي ايه يا فاطمه. سلامتك يا خالي. ايه ربنا يا رب. اما ايه يا محمد؟ هو الادام بتاع الفطار مش هيجي؟ جاي حبيبي زمانته جاي. محمد قال لي اللي هو جعان. ايه كده يا محمد؟ احنا مش اتفقنا ان احنا هنصوم زي الكبار؟ بس عليك يا محمد انا زعلانه منك، ما تستحمل كده يا واد. اما ايه يا زينب؟ ايه؟ انا جبت حاجه. حاجه؟ حاجه ايه دي؟ حاجه حلوه وكبيره قوي بس ما تزعقيش. ايه دي يا زينب؟ جبتيها منين؟ دي وزه دي يا فاطمه. ايوه وزه يا خال. جبتيها منين؟ ما انا كنت بلعب لقيتها عند وسعيد السايح. جابها ابو العيله دي ولا ايه؟ هي فين؟ هاتي يا بنت الويزه دي، هاتي هاتي يا حراميه. حراميه؟ بس ما تقوليش حراميه يا ابي حنان. عيب. والسرقه تبقى ايه يا فاطمه؟ سرقه؟ سرقت ايه؟ دي البنت بتقول انها لقيتها عند وسعيد. لقيتها؟ لقيتيها برضك ولا خطفتيها من على الارض وجريتي بيهي؟ وانا عماله اقول لك هاتي الويزه يا بنت، هاتي الويزه يا بنت، وانت فراره. صحح الكلام ده يا زينب؟ انت سرقتي الوزة؟ لا انت فاهمة غلط يا حنان، البنت دي صغيرة مش فاهمة حاجة. احنا عمرنا ما بنمد ايدنا على حاجة حد، ده هي فاكراها لعبة. بعدين احنا الزاد في دارنا هنا زي من هنا لحد الحجاز. والخير اللي من هنا لحد الحجاز ده من نص نكلة يومية الطحونة. لا لسه ما جاش من الطحونة، سهران هناك. دي مش بتسأل على ابو العيلة يا خالي، دي بتتمهزق على تعب وشقاه. ايه مش انت اللي قلت انه سهران هناك؟ يقطعني يا فاطمة، يقطعني يا اختي، ينقطع لساني ولا زعلكيش كده يا فاطمة. احنا ناس غلابة اه يا حنان، لكن عمرنا ما نمد ايدنا على حاجة مش بتاعتنا، حتى لو الجوع قرصنا والعوزة قتلتنا. عارفة عارفة يا اختي، سامحيني معلش. ما الست راويه، ما انت عارفاه، انصارت لما عرفت ان في وزه ناقصه واتهمتني ان انا اللي سرقتيه. الناس المتنعمه دول يا حنان هما اللي خلوا الدنيا تقسى على الناس الغلبه اللي زينا. بلاش احنا كمان نعض في بعض عشان الدنيا ما تقساش اكتر. بقول لك يا فاطمه، الوزه دي يا حبيبتي خليها لكم، اذبحوها يا اختي وكلوها بالهنا والشفا. وانا هقول للست راويه ما لقيتهاش وتعمل اللي تعمله بقى. يا بنت انت ما تفهميش، بقول لك ما بنمدش ايدنا على الحرام ولا بنقبله. خدي وزتك رجعيها لصاحبتها. يلا يا حنان الله لا يسيئك. يلا بس تعدميني يا فاطمه لو لساكي زعلانه مني. خلاص يا بنت حصل خير، يلا امشي. ماشي يا اختي. هي البوزة طلعت عيانة ولا ايه يا ولاد؟ حاضر يا بنت، حاضر، ماني شغال اهو.
يا اخويا. يا دي نور والسرور، ازيك يا ست الهوان؟ تسلم يا اخويا. بقول لك ايه، عايز اطحن شويه القمح دول بس اوامك يا اخويا بسرعه كده. حاضر يا ست، تكوني من العيله تاني. بص بقى يا ابو العيله، يا ابو العيله كله. حلوه ابو العيله كله دي. مؤمري. ماليش امر عليك يا دي الجدع، بس ليا فيك عشم. عشمك في مطرح. نزلي يا بنت هان، القمح عندك كله اهو. شايفاك يا اخويا مشغول قوي، اطحنه براحتك وتجيبهولي على البيت ان شاء الله الصبح. تاخد اجرتك وعليها تعب المشوار. امرت العشم والمواد. يعني اجي على رموش عيني. وعندي ليك شغلانه صغيره بس اجرتها كبيره. والله ده انا كل يوم ما بصدق اروح البيت انام لي ساعه بس عشان خاطري اشوف لي سر. تسلم يا ابو العيله، خدتك بعافيه يا اخويا. الله يعافيك. يلا يا بيت. يا ما شاء الله عليك يا عروسه، انت بنت مين يا بنت في البلد؟ ليه يا ست؟ في حاجه؟ يوم السمع تعالي معايا يا اختي. اسمعي يا ست، الدور هيفوتني. الدور هيفوتك يا اختي. هيا خدتك بعافيه. شوفي يا ابو العيله، عايزين نروح نفطر في بيتنا. ما تروحي تفطري في بيت ولا هتخلصنا بقى يا ابو العيله؟ هتبقى انت والصيام. في صايم يعمل كده؟ الصيام ايه ليه يا قباشي؟ ابو العيله فطني خير؟ امي جرى لها حاجه؟ لا يا اخويا الحمد لله، امك زي الفل. ايه ايه اللي جابك هنا يا فطني بس؟ ايه ايه بس يا ابو العيله، انت مالك يومين يا اخويا عمال تشتغل في الطاحونه لما نفسك اتقطع وما اكلتش ولا لقمه عدل؟ قلت اجيب لك حاجه كده على ما اقوم تفطر بيه. تيجي الخير يا فاطني، بس انا مش كنت منبه عليكي انك ما تنزليش من الدار ابدا وما تمشيش في وسط الناس اللي عينيها عايزه تنخزق بيه. يا اخويا يعني واني كنت هعمل ايه؟ ما انا كان لازم اجيب لك لقمه تسند بيها طولك يا ابو العيل. وبعدين يا اخويا ده الدنيا صيام، هو حد هيعمل كده والدنيا صيام؟ يا امال ويعمل اكتر من كده؟ ايه عيون الناس زي حناكهم بتاكل يا فاطمه. عيون الناس زي حناكهم بتاكل يا فاطمه. حاضر يا اخويا، انت الصح انت الصح. انا يا ابو العيد راح فين؟ استنى ما اقول لك. بخلي بالك يا بنت، الجلابيه تلزق في جسمك وتتكسر التكاسير. ايه عيون الناس ايه؟ بتاكل زي حناكهم. حاضر يا اخويا. بقول لك ايه يا النبي يا ابو العيد، الاقيش معاك يا اخويا مليمين بس كده عشان كنت عايزه اجيب كوز لبن. منين يا فاطمه؟ منين؟ ده انا مش هقبض الا اخره الورديه يعني على وش الصبح كده. وبصراحه بقى ايه، انا مش عايز اطلب من الحاج اياته حاجه لانه هيعملها بجميلي وحسني وهيخش الجنه على حس الكام مليم اللي هيديهم لي دول. خلاص يا اخويا خلاص، هو يعني كان هيضحك على ربنا ولا هيضحك على ربنا؟ خير كتير والحمد لله. هو يا فاطمه، هو في اكل في الدار لامي والعيله ولا لا؟ في يا اخويا طبعا في، الحمد لله الخير كتير. يلا يا ابو العيله شد حيلك يا اخويا، ربنا معاك. السلام عليكم. خلي بالك يا بيه. للعيال وامه ليه كان يرجع لي اكله اللي جايبه له ويقول لي روحي به للي في البيت؟ يا وعد يما على الحلاوه البقلاوي النقاوي. اخسى عليك واد عيب صحيح، طب ما تعمليش انا يا اخي خاطر، اعمل خاطر للشهر الكريم اللي احنا فيه ده يا سنجابي الكلب ده. انت ان شاء الله يا رب ربنا يبارك من نصيبك. اهدي، حتى في رمضان والصيام تكونش جلابية لازقة ولا تكونش جلابية لازقة؟ يخبتك يا فاطمة.
اللي عينه